إن شاء الله راح نتكلم عن الأعراض وتقسيم البواسير. تقسيم البواسير إلى نوعين، نوع خارجي ونوع داخلي. طبعا النوع الداخلي هو ما يوجد داخل المستقيم وفتحة الشرج وهذه المنطقة، لأن هذه المنطقة ممكن تكون يعني مدعمة بالدم في الجزء السفلي. أما المنطقة الخارجية فيوجد في نهاية فتحة الشرج، يعني مما قد يجعلها تتدلى إلى الخارج، مما يسبب فتح، مما يسبب يعني أمراض البواسير بسبب الضغط والتدلي. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.